أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في دردشة فنية. حادثة قتل فظيعة، إن أم تقتل ولادها الثلاثة. معروف إن مفيش حاجة في الدنيا أغلى من الضنا، سواء عند الأب أو الأم، والأم أكتر. ودي معروفة عموما إن الأم أحن، ودايما الأم تحب ابنها أكتر من نفسها. لكن الحالة اللي هنتكلم عليها النهاردة دي حالة في منتهى الغرابة، إن أم تقتل ضناها، ويا ريت تقتل ابنها. دي قتلت ولادها الثلاثة، وده كان سبب خلافها مع جوزها لحضانة الأطفال. هو عايز ياخد منها العيال، واعترفت القاتلة إنها وضعت أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها الثلاثة، حتى أصيبوا بتسمم وفرق الحياة. ولن تنتهي الأمور عند هذا الحد، فبعد جريمتها بلغت الشرطة: الحقوني الحقوني، ولاد التلاتة ماتوا. طيب ماتوا ازاي يا مدام؟ اخدوا اقراص سامة عن طريق الخطأ وماتوا. طبعا الشرطة المصرية ما يأكلش معاها الكلام ده، وتم تشكيل فريق بحثي لكشف غموض وملامسات الواقعة، وأكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وإن هي اللي وراء ارتكاب الواقعة. وتبين من التحقيقات مع المتهمة إن في خلافات بينها وبين جوزها، وإن هي أقامت ضده قضية خلع، وإنه كان بيطالبها بضم الأطفال لحضنته، ومصر إن هو ياخدهم منها. ولما المباحث والتحريات كشفت كل حاجة، فمفيش بقى داعي للإنكار، فاعترفت الأم بجريمتها البشعة، واتضحت إنها قررت التخلص من الأطفال انتقاما من زوجها، فراحت خدتهم برة علشان تفسحهم. العيال طبعا يا عيني فرحانين ومبسوطين انهم خارجين مع امهم على اساس انهم يتفسحوا، وجابت ليهم وجبات سندوتشات وعصاير، وحطت فيهم حبيات الغلة السامة وتناولوها الاطفال. وعلى فكرة حبة الغلال دي ملهاش علاج، اللي ياخد حباية ما ينفعش اهله يلحقوه، خلاص اللي اخدها بيموت في الحال. فلما العيال تناولوا الوجبات دي ماتوا على طول. وأمرت نيابة قسم تاني سوهاج تحت إشراف المستشار العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، لأنها قتلت أطفالها الثلاثة 6 سنوات و8 سنوات و10 سنوات بسبب الخلافات بينها وبين زوجها ولد الأطفال، حيث لم تستطيع الحصول على حضانتهم. يا نهار اسود ومنيل على الجبروت، ايه ده؟ يعني العناد يوصلك للحالة دي علشان تحرقي قلب جوزك ومتموتي ولاده الثلاثة؟ طب ما ولادك برضو. العناد وصلك انك تقتل ولادك بدل ما تضحي عشانهم؟ انت مستحيل انك تنفع زوجة ولا ام، ربنا يرحمهم الاطفال الملايكة، ينتقم من الام الجحدة عديمة الانسانية المجرمة، ويحفظ ولادنا جميعا من كل شر.